سجل أفلام ديزني تاريخي كبير ومفتوح على مدار 100 سنة الماضية، من أول فيلم زي ستيم بو ويلي لحد أفلام اليومين دول التعبانين. نيجي نتكلم عن أفلامهم، وهنطلع أفلام كتيرة حلوة جدا في إطار عائلي. لما نتكلم عن بعض الأفلام بتاع ديزني بنطلع حاجات زي الأفلام ديت، أفلام عارفينها وحافظينها ومتأكدين إن أي حد هيتكلم عنها هيذكرها إنها أفلام رائعة. يا سلام، الكلاسيكيات العظيمة اللي بنبقى دايما فاكرينها، حاجات شفناها واحنا صغيرين وحاجات عائلية هتتحفظ معانا دايما الى الابد. نيجي نبص على الجانب الاخر لمعظم الافلام ديت، وهنلاقيها انها ممكن تكون مخيفة حبتين، شوية مشاهد قتل هنا على سحر هناك، على مشهد شبه انتحاري هنا، على مشهد قتل اطفال هناك، بس في الاخر يعني دي افلام ديزني ومنها نهايات افلامهم، او ربما لا. يمكن احنا ما شفناش فيلم بينوكيو كويس ومحتاجين نعيد مشاهدته مرة اخرى، عشان ده واحد من الافلام اللي يخوف ناس كبيرة مش اطفال. يمكن ما شفناش افلام زي The Black Cauldron ولا افلام زي The Brave Little Toaster اللي ديزني دايما متعمدين ما يتكلموش عنهم، عشان افلام ديت محتواها تقيل جدا للمشاهد العادي، بس من انتاج يحمل اسم ديزني. بس اشهر واحد في حادثة الافلام المرعبة ديت اللي ممكن تطلع من ديزني هو فيلم خرج في اكبر واشهر فترة في تاريخ افلام ديزني، The Hunchback of Notre Dame او احدب نوتردام. هقول لكم على موقف مضحك جدا حصل جوه استوديوهات ديزني في فترة التسعينات القرن الماضي. جيفري كازنبرغ كان عايز يعمل فيلم مبني على قصة موسى وفرعون، فيلم رسومي خفيف كده. رؤساء ديزني كانوا كل شوية يرفضوا فكرة الفيلم بتاتا، عشان دي مش قصة تصلح للأطفال طبعا. فكاتزنبرغ خد الفيلم بتاعه ونزل ونجح في 1998، بس ديزني قرروا ينزلوا فيلم بقصة تعتبر أسوأ للأطفال من فيلم كاتزنبرغ، في قصة فيلم The Hunchback of Notre Dame اللي نزل في 1996. مش عايز احسس حد انه كبر في السن وانا بقول التواريخ ده يا جماعه، فانا اسف لو اديت الانطباع دوت وانا بتكلم. ازاي بقى فيلم ذا هانشباك اوف نوتردام يعتبر من اكبر طعنات ديزني اللي نزل في تاريخهم، وفي نفس الوقت مش عارفين بشكل كافي يتخلصوا من وجع الفيلم ده؟ هفهمكم ليه ديزني مش بيتكلموا عن الفيلم ده دايما، وعند ذكره بتكون اللقطه الشهيره بتاعه كوازيمودو. اولا كده الفيلم ده من اول 10 دقايق فيه بنبتدي بشخصية أراجوز مصممة بشكل مخيف، بس مع خلفية تكون بترد الروح عشان تحاول ما تخوفش الأطفال طبعا. بعد كده نبتدي واحد من أقوى افتتاحيات فيلم من أفلام ديزني على الإطلاق، وأول مشهد قتل مباشر على الشاشة يتبعه مشهد آخر لمحاولة قتل طفل عن عمد لمجرد شكله الخارجي، وبرضو المشهد ده اتصمم يظهر على الشاشة بشكل مباشر. انا فاهم طبعا ان ده قصة، بس مفيش حاجة هنا معمولة على جنب علشان يرضي المشاهد رهيف الحس. نلاقي موسيقى معمولة باحترافية تتلائم مع عرض اوبرا مسرحي صعب جدا فهمه مع الدخول لصلب القصة، وبنلاقي ان الفيلم بيدخل في افكار تقيلة جدا يتكلم عليها. ده مش فيلم حيوانات بتتكلم ولا فيلم أميرات ديزني، ده فيلم في العصور الوسطى. ده فيلم داخل يتكلم عن السلطة، عن العدل، عن الموت، عن الحياة، عن الشهوة، عن الحكم، عن حاجات كتير جدا معقدة. ده واحد من نوادر أفلام ديزني اللي قدر يوصل للجمهور الناضج ويتعامل مع الجمهور بدون أي خوف وتردد، بس للأسف كان متردد يطلع رسالته ويعامل جمهوره الخاص بشكل كامل. دي قصة تانية ممكن نتكلم عنها لو رجعنا الفيلم ده، لكن مش موضوعنا النهاردة. في مشاهد كتير صعبة جدا في الفيلم ده يعتبر طالع من ديزني، يعني حاجة عائلية وسحر وأغاني ومش عارف ايه، حاجة كده للجميع. بس في الحقيقة ده واحد من الافلام اللي الشرير بتاعه أسوأ من اشرار ديزني العاديين اللي طالعين في افلام اميرات ديزني او افلام ديزني عامه. فده هو واحد من عوامل الفيلم اللي مخلياه في مستوى تاني، وفيلم قوي جدا ينافس في الساحه قصاد اكبر الافلام اللي تنزل في السينما وقتها.
انا طبعا بنتكلم عن القاضي فرولو. فرولو يعتبر من اكتر الشخصيات المبنية قصادنا بتعريف قوي جدا عن ازدواجية المعايير بفكر انا احسن منكم كلكم. فرولو يعتبر من اعظم الشخصيات الشريرة اللي اتبنت من اي فيلم طلع من ديزني على الاطلاق، لدرجة انه يعتبر من اعظم الشخصيات الشريرة السينمائية اللي ظهرت على الاطلاق. معروف هو ليه بيعمل كده واحدة واحدة، مع ان الفيلم نفسه مش بيشرح المعلومة ديت، لكن الفيلم نفسه بيوضح لنا ليه هو بيعمل كده. بيدور على السلطة، بيدور على السيطرة، لانه عانى من النقاط ديت في الماضي. لكن الفيلم نفسه مش بيدخل دخلة يلا معلش بقى. تصرفات فرولو ليها تمن، وكل حاجة بيعملها ليها خط بداية ونهاية. الشخصية اللي بتعتمد بإقناع الآخرين إن مفيش حد أنقى ولا أحسن منه، وهو لوحده بس حارس الإله. سيطرة على شكل المخلوقات وسيطرة على الشعوب تحدد تكونها، وإنها تبقى ذات أشكال أو ألوان مختلفة ولا تكون كاملة كباقي الشعوب المتواجدة. فالخطيئة عندما تأتي، تأتي العين التي ترى الغير ولا ترى النفس. وهنا نلاقي أهم قطعتين في الفيلم، في كوازيمودو وإزميرالدا. الاتنين دول يعتبروا أهم سؤال مخيف اتسأل في أول الفيلم. Who is the monster and who is the man؟ فرولو من أول مشهد في الفيلم وإحنا عارفين إنه مسيطر على كوازيمودو. الشكل البشع والعالم مريب ومخيف وأناني وشرير. فرولو هو الوحيد اللي فعلا مقدر وبيحمي كوازيمودو، لكنه في الحقيقة كان الشخص اللي عايز يقتله. يمشي عليه المثل عضتني وانا بخنقها تقولش عدوتها. ولما العالم هاجم كوازيمودو اللي فرولو قاله بصدق انه بيحميه، فرولو ما تدخلش او انقذه. فيربطنا الفيلم باحداثه مع شخصية ازميرالدا. ازميرالدا تعتبر اميرة الفيلم ده في عالم ديزني من اللون الرمادي والبني، عالم كئيب مظلم، لكنها نور اللي في اخر النفق. هي فتاة رحالة الشوارع الشجاعة، او غجرية بحسب الترجمة اللي لقيتها، مش عارف ليه حاسس ان دي شتيمة. ازميرالدا هنا في نظر كوازيمودو تعتبر الملاك النازل من السماء، الشخص اللي فعلا حماه من اشرار العالم اللي حواليه، لكنها مش الشخص المفروض عليه السيطرة من فرولو زي ما بيعمل مع باقي باريس. ازميرالدا بتتحدى الخوف والرعب والاهانة والشعب المغيب. بتبتدي تكون اللحظة اللي بتزرع روح التمرد بداخل شخصية كوازيمودو. موقف إهانة كوازيمودو اتعمل بطريقة متوحشة لفيلم يطلع من ديزني، خصوصا ان التدخل من ناحية الاب الروحي لبطل الفيلم الرئيسي. بس ده مجرد مشهد واحد مخيف لمشهد اخر لشخصية فرولو بداخل الكاتدرائية في الفيلم. تصرفات مليان شهوة بشعة بالنسبة لشخصية بتصف نفسها بالنقاوة وكونه حارس الإله، وبداخل أحد بيوته تحت نظراته الخاصة، اللي نقلنا لأغنية رائعة جدا طالعة من الشرير بتورينا أفكاره ونظرة لشخصية يترتب في بناء الفيلم إنه أسوأ من الشيطان. بداية الأغنية مقتبسة من قصة مسيحية عن شخص بيشكر الإله انه مش زي الخطاة دولة، وقد ايه الاله انعم عليه بالنقاء. ثم ندخل في فصل تاني ان حبه لازميرالدا طالع من جواه كأنه نار الجحيم بتلتهبه، شهوة. في فيلم من انتاج ديزني بيصف نار الحب انها خطيئة. القاضي النقي لم يذنب امام الله قط، والذنب الواحد كان تكفيره في جعل الحياة في كوازيمودو. فلما ازميرالدا ظهرت هي السبب، وهي اللي جلبت الخطيئة لفرولو. الشيطان هو اللي وسوس عليه وجاب البنت ديت عشان ياخد الشهوة اللي هو فيها حاليا. بل اسوأ، الاله هو اللي قرر يحط الشهوة ديت قصاد فرولو. في اقل من 15 ثانية فرولو بيوجه اتهام انه مالوش ذنب في شهوته قصاد البنت، وبيلوم كل شيء امامه عدا نفسه. الا الاتهام بالنفس في عيون فرولو تعتبر منافية لنقاوة النفس المتحدث عنها. بمعنى اخر،
كذب الكذبة وصدقها. أغنية Hellfire من الفيلم في رأيي هي أعظم أغنية شرير ممكن تتسمع، ومن أعظم الأغاني اللي تطلع من أفلام ديزني. فيها بناء شخصيات قوية جدا تتبع الأحداث وبتبص على منظور الشرير بشكل أكتر من مخيف، وفنيا رائع لأبعد الحدود الرسومية والموسيقية. كفاية أنا بقى مش عايز أحرق أكتر عن المشاهد اللي هتيجي بعدها، بس أعتقد أن الموضوع كافي لحد هنا. الفيلم قوي وجريء جدا بشكل غير طبيعي لفيلم نازل مرة تانية من إنتاج ديزني. الفيلم تقيل قوي، لو المشاهدين اللي هيتفرجوا على الفيلم ده هيفتكروه في فيلم خفيف عن شخصية زي الوحش من فيلم بيوتي اند بيست، فالفيلم ده هيفاجئ الناس بشكل غير طبيعي. مع ذلك أنصح جدا بمشاهدة الفيلم ده بعيدا عن شوية العيوب اللي موجودين في الفيلم. فيلم دسم رائع وبيحترم جمهوره، في نفس الوقت ما تخلوش الأطفال تتفرج عليه. الفيلم ده سهل جدا انه يجيب كوابيس للأطفال، ومش عايز اطول اكتر من كده واقول لكم روحوا اتفرجوا على الفيلم ده عشان يستحق، ومن الحاجات النظيفة اللي فعلا مش هتتكرر. شكرا للمتابعة، واسيبكم تكملوا يومكم. Peace.